لفعاليات كأس السعودية وسمو سيدي ولي العهد وهو يسلم كأس السعودية للفائزين بالأشواط. نتابع. للأصدقاء اليابانيين هذا الانتصار وأول انتصار بكأس السعودية في تواجدهم المدرب أيضا العالمي يوشيتو ياهاغي الذي قدم اليوم بنثلاسة بهذا الأداء، انتصار رائع وانتصارين اليوم لهذا المدرب. اليوم أيضا الخيال يوتاكا يوشيدا الذي امتطى بكل احترافية الجواد البطل بنثلاسة. ألف مبروك. إذن يستلمون كأس السعودية من يد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصورة للتاريخ تسجل للأصدقاء اليابانيين بكأس السعودية ويتسلمونها من يد طويق سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ألف مبروك، شكرا لك يا سيدي على هذا الحضور وهذا التواجد بتسليمكم لكأس السعودية ورعايتكم الكريمة ودعمكم السخي المباشر لهذا الكأس الكبير. أهلا بكم يا سيدي في هذا الميدان الكبير، ميدان المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. اليابان بطلة لكأس السعودية في نسخته الرابعة.